بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الخامسة من المحور الأول. Specific objectives of this lecture. أولا بيكون معنا شرح للdistributed load، ثانيا بيكون معنا مسألة tutorial. بداية الأحمال الموزعة أو الحمل الموزع. بيكون معنا أكياس 50 كيلوغرام لكل كيس، ينتج عنه مع الجرافيتي قوة 500 نيوتن، يعني 0.5 كيلو نيوتن. التوزيع الأول على 4 متر، عندنا كل متر 3 أكياس، يعني 1.5 كيلو نيوتن في كل متر، الكيس عرضه متر، تمام؟ فالتوزيع الأول بيكون 1.5 كيلو نيوتن على متر لكل متر. التوزيع الثاني 4 أمتار أيضا معنا 2 كيس، يعني 0.5 كيلو نيوتن ضرب 2، يعني 1 كيلو نيوتن لكل متر، كل متر فيه 1 كيلو نيوتن حمل موزع. نفس الشيء بالنسبة للمترين الأخيرين، معانا 5 أكياس لكل متر، يعني 2.5 كيلو نيوتن لكل متر، 5 أكياس هنا. فشكل هذا التوزيع هو شكل منتظم Uniform Distributed Load. وفي أشكال ثانية ممكن تكون شكل مثلث، اوكي، تراينجل ديستريبيوتد لود، ممكن يكون شكل التوزيع نص دائره او شكل عشوائي او كومبايند تراينجل اند ريكتانجولر، هذا الشكل عموما، تمام. بالنسبه للتراينجل يكون ايش؟ من هذه الجهه W1 ناقص W2، من هذه الجهه صفر. بالنسبه للريكتانجل بيكون يونيفورم ديستريبيوتد لود بقيمه W2. طبعا بعدين رح نعمل الإجمالي. طيب الماجنيتيود أو محصلة التوزيع هذا كم تساوي؟ تساوي مساحة التوزيع. فلو كان شكل مثلث يساوي مساحة المثلث، فلو كان شكل مستطيل يكون مساحة المستطيل، وهكذا. مكان تركيز القوة يكون عند مركز الشكل. فبالنسبة للمثلث هنا تكون قيمة القوة دي ضرب يعني قاعدة في ارتفاع على 2، دي ضرب W1-W2 على 2، هذا الإجمالي، ومكانها على ثلثي القاعدة. أما بالنسبة للمستطيل فيكون مكانها هو مركز المستطيل وقيمتها طول في عرض، يعني دي ضرب W2. معانا هذا الاكزامبل، يعني هذه العارضة محملة ب 30 كيلوغرام توزيع قوة موزعة، 30 كيلو نيوتن عفوا على 3 أمتار، وقوة مركزة 15 كيلو نيوتن، وقوة مركزة في اتجاه الاكس افقية بقيمة 45 كيلو نيوتن. الخطوة الأولى، طبعا السؤال هو determine the reactions at the supports A and B. الخطوة الأولى دائما وأبدا هي رسمة الفري بادي دياجرام. رسمة الفري بادي دياجرام هي كالآتي: هنا معنا الرياكشن RAY RAX، وهنا معنا RBY مع كامل القوة، وتحولت هذا التوزيع طبعا 30 كيلو نيوتن، هو في الأساس 30 كيلو نيوتن تقسيم 3 متر، بيجي القوة الموزعة 10 كيلو نيوتن لكل متر. فالA يطلع عندنا فيها RAX والRAY، والB يطلع عندنا فيها RBY. The help box can be approximately treated as a uniform distributed load W 10 كيلو نيوتنز per meter. The beam which will be further represented by a concentrated resultant force F at the center of the box in the equilibrium as shown. بتصير قوة مركزة بقيمة 10 كيلو نيوتن. الخطوة الثانية تطبيق قانون الايش؟ condition of equilibrium. مجموع القوى في اتجاه الاكس يساوي صفر، مجموع القوى في اتجاه الواي يساوي صفر، مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A يساوي صفر نيوتن متر. هنا معانا في اتجاه الاكس الا ال 45 كيلو نيوتن والار اي اكس، هنا معانا الار اي واي و ال 15 كيلو نيوتن سالب، والثلاثة ضرب العشرة كيلو نيوتن سالب، والار بي واي.
هذه تمكننا من حساب الـ RAX تساوي سالف 45 كيلو نيوتن. الثانية تعطينا المعادلة RAY زائد الـ RBY تساوي 45 كيلو نيوتن. والمعادلة الثالثة هنا حساب العزوم تمكننا من حساب الـ RB. RBY تساوي 27.78 كيلو نيوتن، تعوض في المعادلة التي تسبقها فنتحصل على الـ RAY.